اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقه من قناه المحور، وانا معكم محمد البي. بين واجب وطني وواجب قومي كانت مقابلات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحاد. كان في لقاءين مهمين جدا. اللقاء الاول كان مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجيه والتعاون الدولي في دوله الامارات، وهذا بدا فيه الواجب القومي. نور الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن بوضوح ان مصر تدعم الامارات حكومه وشعبا ضد المخاطر التي تهددها. اللقاء الحقيقه يعني كان فيه احساس يعكس العلاقه القويه بين مصر والامارات. انتوا عارفين الرئيس اشار الى دعم الامارات لمصر ووقوفها الى جوار الشعب المصري في ازمته بعد 30 يونيو، وفي نفس الوقت اكد على وقوف مصر الى جوار الامارات ضد اي خطر يتهددها. وهذا ما نسميه الواجب القومي الذي لا تتاخر مصر على الاطلاق في القيام